بعد ما انتشرت معلومات بالإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم الاتفاق على تزكية وزير المال السابق محمد الصفدي رئيس للحكومة اللبنانية بوقت عم تتواصل الاحتجاجات الشعبية بيوم 30، انطرحت تساؤلات عن مدى جدية الاتفاق على طرح الصفدي رئيس للحكومة المقبلة. الأستاذ محمد الصفدي خارج لبنان، أعلنت مصادره كلها تساؤل أنه هو خارج حتى السمع بهالخصوص، هيدا لم يتم التشاور معه ولا حتى الحديث معه بهالموضوع، وهو أخذ تقاعد سياسي صار له عدة سنوات. شو صحة أنه الرئيس الحريري اقترحه بعدين رجع ظهر أنه منه موافق عليه؟ بصراحة ما فيني أقول أي شيء بهالموضوع، كيف انطرح الاسم وليش انرمى بالشارع قبل ما يصير في نوع من على الأقل تفاهمات، ربما رمى الاسم لينحرق أو ربما كانوا فاكرين أنه هذا اسم مقبول، لكن بالنهاية ردة الفعل عند الناس خلت الكل يتراجعوا أو يتمصلوا أو يحاولوا كل واحد يتهم الآخر. طبعا ما زال الموضوع في إطار غير رسمي إلى أن تبدأ الاستشارات وتتم التسمية، واسم الوزير السابق محمد الصفدي كان من بين الأسماء المتداول في إطار المشاورات الجارية. كيف انطرح اسمه علما أنه هو يمكن شخصية شوي مستفزة للشارع؟ هو شخصية موجودة على المستوى السياسي منذ فترة طويلة، كيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر وما هي ردات الفعل، هذا ما ستجيب عليه الساعات والأيام القليلة التي لا يمكن أن تنتظر أكثر. مصادر بعبدة قالت لتلفزيون نشرة أنها اطلعت على معطيات بيت الوسط اللي قالت أنه المشاورات حول البديل مستمرة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بده يكون شريك بتسهيل الأمور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصاديا. وأكدت المعطيات أنه الكلام على أنه فريق المعني بالتكليف ناطر جواب على أسماء مقترحة منه صحيح، لأنه أجوبة الحريري صارت بعهدة رئاسة الجمهورية. من جهة تانية مصادر إعلامية أكدت أنه المستقبل ما رح يشارك بالحكومة العتيدة إذا ما كانت حكومة تكنوقراط، واسم الصفدي كان من ضمن مجموعة من الأسماء اللي انطرحت. واعتبرت مصادر بعبدة بعد الاطلاع على هالمعطيات أنه مش واضح الموقف ولا الصورة ولا المسلك الجدي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقالت المصادر أنه اليوم الصبح ما كان بعد في استعداد للدعوة للاستشارات، وأكدت المصادر أنه نحن بحالة تريث وانتظار. بالمقابل الوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بحديث صحفي اليوم أنه اسم الصفدي انطرح من فترة طويلة، وأكد أنه تواصلوا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة بحال لقى اسم موافقة القوى السياسية الأساسية لمشاركة بالحكومة. أما عن الاستشارات فقال إذا مشيت الأمور بشكل طبيعي يفترض أنه تبلش الاستشارات يوم الاثنين ليتسمى الصفدي بختامة، وإلا رح نبقى بدائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة. إلا أنه المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر أكد أنه باسيل مصرح وكلامه هو نتيجة أجواء إعلامية على خلفية دردشة صحفية حول الأوضاع، وهيك بتبقى الصورة منا واضحة ورهن التطورات اللي عم بتصير بين كل لحظة ولحظة.